ازيكم يا جماعه؟ ودي جيمنج تاني ورجعت لكم فيديو جديد موضوع جديد. ده النهارده يا جماعه هيكون عن كلاش رويال، بس هبدا من نقطه الصفر يا جماعه، يعني هبدا من نقطه الصفر يعني اللي هي ارينا 1. ويلا بينا نبدا. كلاش رويال. سلام عليكم. الصوت كده. شفتوا العرض 2 في اس 2 بتاعت التو ماجيكال تشيست؟ احمد انا لايف دلوقتي. احمد انا لايف دلوقتي. انا بدأت يا عم، مفيش حاجه يا عم. ادخل اكتب مودي جيمنج هتلاقي صورتي بالابيض واسود. اكتب ايه؟ مودي جيمنج هتلاقي صورتي بالابيض واسود، القناه بتاعتي هتلاقي صورتي بالابيض واسود. اكتب مودي جيمنج. ماشي سلام. يلا نبدا اللايف بودكاست. دخلت الكلان ده عشان خاطر الصراحه ان انا الاكونت بتاعي مش متهكر ولا حاجه، هو لسه موجود. بس انا كنت بقول لكم كده عشان خاطر انا عايز ابدا معاكم من نقطه الصفر، عشان خاطر هي دي المتعه. ويلا مين معايا دلوقتي؟ توت مايكل كوست. معلش ابدأ. بدأني من مسكتين، انا هحط له مش حاجة تصدق لي، هحط جايد بس والفاير بول. بومبر صح يا جماعة، خلي بالكم من مين بيك عشان مين بيك هتاك. ايه ده؟ جوبلين جانج ازاي يعني؟ هرجع له بحتة البرينس والويتش. هحوش الكسير. نبدأ بالويتش. كده الماتش عشان هيخلص دلوقتي يا جماعة. اظهر على حياتك يا بان، نبا
كراون تشيست يا جماعه، فرصه نفتح باكج. زفت احمد زفت ذا. الو احمد، انت خرجت ليه من اللايف؟ عشان كل ما الفيديو بيجي على حته معين يعني بيشتغلش. مش فاهم يعني، في حته كده كل ما الفيديو يجي عليها بيقفل ازاي؟ بيقعد يعمل لودنج يعني. فدلوقتي رحت جاي قاعد بتفرج على فيديوهاتك اللي انت عملتها، قاعد بتفرج دلوقتي على فيديو اسمه فيديو سبينر بيضحك. طب احمد ادخل دلوقتي، ادخل تاني. ماشي سلام افضل مستنيك. سلام. محمد عم ترسل في شوية. ماشي شكرا. سلام بقى. سلام. ودلوقتي جت الفرصة يا جماعة، ويلا بينا نفتح كراون تشيست. جالنا جول كويس، جامد 216 كويس، بومبر كويس، جوبلينز كويس، سبيد جوبلينز يعني فالكري. فالكري يعني يا جماعة فتاكة فالكري. I love you do much. وانا كمان يا احمد علي خرج. احمد انا هخرج من اللايف وكده، و اول مره لايف. هوايا شروق تعال. احمد انا هقفل اللايف. نعم هقفل اللايف، اصل محدش بيتفرج. يا ريت يا انا مش راضي يشتغل اصلا. محدش بيتفرج. انا عارف، انا بحاول اخش عليه مش راضي يفتح.